عوي الشويخ مدير معرض الأفاف بالساحل. اليوم تنطلق فعاليات الدورة السادسة للمعرض السنوي للأفاف بالساحل في قصر المعارض بالساحل بمدينة الساحلين المونستير، وكما تعرفوا هي دورة معناها متميزة لهذا المعرض النموذجي اللي خذا منحة معناها مختص لإبراز مع قطاع الأثاث، لإبراز خصوصيات قطاع الأثاث وموصله من جودة عالية. ويحضروا في هذا المعرض نخبة من خيرة المصنعين للأثاث في تونس، جاءوا من جميع الجهات، من صفاقس، من قليبيا، من نابل، من بنزرت، من تونس، من سوسة، من المونستير. يعني هالنخبة هذه تتجمع في المعرض لإبراز آخر ابتكاراتها ولتقريب معناها خدماتها من المستهلك، خاصة وأن الفترة هذه من 28 أفريل إلى 8 مايو فترة يعني المعرض تتزامن مع التحضيرات اللي يعيشوها التونسيين لموسم الأفراح، وباش يأثوا ديارهم ويجهزوها. الدعوة مفتوحة لجميع المستمعين باش يغتنموا الفرصة المتميزة هذه لزيارة معرض الأثاث بالساحل، وخاصة يعني يتمتعوا بالتخفيضات الترويجية اللي حرصوا كل العارضين الموجودين هنا على تخصيصها للزائرين بمناسبة هذه الدورة لمعرض الأثاث بالساحل. تواجد في المعارض التجارية عنده جملة من الأهداف: أولاً الإصغاء إلى المشاكل مباشرة من أصحاب الشأن والناس المتعاملين في الفضاءات التجارية هذه، من عارضي سواء معناها منجين ولا ربما حتى نجم يكونوا حتى وسطاء ولا معناها مقدمي خدمات في المعارض، حرفاء الفضاء العرض، كذلك إدارة معرض كيف هذا كل مربوط بالدور متاع المعرض. الدور متاع المعرض كما قلت لك كي تجد باش تصغي المشاغل مختلف الأطراف هذية، عندك هدف من أن تتجد معنى المعارض هذه. المعارض هي أولا تخلق المنافسة الإيجابية competitivity positive، معناها ما بين جملة العارضين اللي هما معناها مش يبقى المعيار الوحيد هو التميز على مستوى المنتوج والمناسبة بالنسبة للسعر، معناها يكون ثمن معناها يراعي، ما نقولوش يراعي قدرة شرائية، خطرة ثم الناس تنسى هو ثم صدر وعجز في الأمور التجارية، ثم القدرة الشرائية هذيك نقرأ لحسابها صحيح، قلت زادة ثم الكلفة الإنتاجية هذيك زادة كيف هي الواحد ألور. لا احنا شنو نلوجو؟ نلوجو العلاقة ما بين الكلفة والسعر تكون علاقة معقولة ومقبولة، معناها اللي يسميوه معناها الهامش المسموح به فهمني للربح، بعيد على المضاربة، بعيد على الاحتكار، بعيد على خلقان الأزمات وخلقان معناها فهمني متنفسات صعبة على مستوى معناها المتعاملين. كسوة نحن اليوم الشباب متاعنا الناس كل تعرف ضغوطات اللي تعرض لها خاصة على مستوى مادي، ما مش يجي مثلا يتزوج ربي يفرح الناس كل كيت أو كي مقبلين على موسم عريس، يلزم الناس بصلي على النبي كذلك عارضين وباعثين شبان في القطاعات هذه، يلزم يلقاو نوع من لونتونت، نوع من التوافق، نوع من التفاهم، نوع من التنازلات المتبادلة وتقديم الخدمات المتبادلة. أنا كمستهلك نشجع فيك أنت كصناعي وكصاحب مؤسسة، وأنت كذلك تفهم الرسالة هذيك تفهمها إيجابا، تفهمها إيجابا على مستوى معناها كما قلت لك الضمان الجودة، معناها نحن ثم ضمانات قانونية قضت عليها السوق الموازية، قضت عليها السوق المهمشة، قضت عليها الكونترا، هذه معناها عنوان بارز ياسر في المعاملات التجارية وفي الثقة في المؤسسة وديمومتها وقدرتها على إعادة إنتاج روحها ودورتها الاقتصادية. الحاجة الثانية كذلك فهمي القدرة الشرائية على مستوى مثلا الشروط بتاع العقد البيع، في مستوى تقديم التسهيلات مثلا مش معقول أنه إنسان مثلا إذا كان تمشي بالتقسيط يولي نوع من الربا، يولي ثم ناس ثم ريتهم أنا معناها تجار إذا كان تمشي مثلا بالتقسيط يولي نسبة الفائض معناها تفوت 20% تفوت 30%، أنا ريت حالات برسك 40% يقول لك تأخذ بالحاضر بستة ملايين، تأخذ بالتقسيط بعشرة ملايين، معناها هذه معناها
اساليب ما تخلقش نوع من الثقه معناها في المؤسسات. ناس الحقيقه لقيت الناس كل كي متفاهمه للمعطيات هذه، ناس تلوج على العجله الاقتصاديه زي ما تتحرك، يلزم معناها ان شاء الله بالتميز نتاعنا، وان شاء الله انتم رسالتكم كساده اعلاميين وتلاحظوه ومن خلال الصوره ومن خلال معناها القلم ومن خلال معناها البث والى غير ذلك تشوفوا التميز الفني نتاع المنتوج، حاجات الحقيقه غير عاديه وغير تقليديه، معناها حاجات متميزه بالحق، ثم اجتهاد، ثم فكر، ثم سهر ليالي، ثم منجين، معناها تحس انه ثم عباد معناها على تسهر على المؤسسات، ناس قاعده تخدم على الراحه، ناس قاعده تحاول تستنبط، ناس قاعده عندها اطلاع على مستوى شو اللي قاعد يصير في العالم في عالم الاثاث.